المعرف بأداة التعريف. صح. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جبه في غيره ما قد حذفه. قال ال بكامل يا حرف تعريف كما أن من بكامل يا حرف جر. هذا رأي لبعضهم سيبويه وشيخه الخليل. وقال غيرهما قالت حرف تعريف اللام والهمزة همزة وصل. ودليل سيبويه دليل الخليل رحمه الله تعالى قال إذا قدرنا أن الألف زائدة الألف في اللغة العربية لا تزاد أولى تزاد ثانية نحو كاتب وثالثة نحو كتاب وثالثة نحو حبلى ورابعة وخامسة وسادسة لكن لا تزاد الألف أولى. وقال المخالف لهما قال أداة التنكير حرف واحد وهو التنوين فلتكن أداة التعريف حرفا واحدا وهو اللام. واضح هذا رأي ولا طائل. فنمط عرفت قل فيه النمط نمط نوع من البسط إذا أردت أن تقول نمط قل النمط أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول إذا أردت أن تعرف نمط عرفت قل فيه النمط ورد قل فيه الرجل. قال رحمه الله وقد تزاد لازما أل تكون زائدا والزيادة على نوعين تزاد زيادة لازمة قارنت وضع الاسم الاسم وضع وفيه أل زائدة لا تنفك عنه كالاسماء الموصولة الذين واللاتي واللذان وضع الاسم وفيه أل لكنها زائدة وكذلك اللات المعروفة الطاغية المعروفة والعزاء والسمو واليسع وضعت فيها أل زائدة قارنت وضع الاسم فزاد لازما كاللات والآن لا تنفك عن والذين كما قلنا في الأسماء الموصولة ثم اللاتي والاضطرار تزاد للاضطرار لو لم يزدها الشاعر لا يزين البيت. رأيتك لما أن عرفت وجوها لا صددت وضبت النفس لا صدد يقول ضبت نفسا التمييز عند البصرية لا يكون إلا نكرة لكن زاد المضطر. ولقد جنيتك أكموا وعساقرا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر اسمها بنات أوبر ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل لكن وضع لها للاضطرار كذا وضبت النفس يا أخي صلى وبعض الأعلام عليه دخل لنحن الأصل في العالم أن لا تطفع عليه أل لا تستطيع أن تقول في مكة المكة ولا يجب أن تقول في زيد الزيد الاسم لا يجمع عليه بين معرفين والعلم معرف بالعالمية لا ولذلك المضاف لا يعرف بأل غلام وزيد لا تقول أل غلام وزيد لأن غلام تعرف بزيد فلا يضاف يجمع عليه بين معرفين ومع ذلك بعض الأعلام تدخل على ألف لأنه نقل في الأساس مما يقبلها كالفضل الفضل في الأصل مصدر المصدر يقبل ألف تقول هذا فضل وتقول هذا هو الفضل فلما نقل الاسم من المصدر قبل ألف والباب سماعي لا يجوز قياس محمد صلى الله عليه وسلم منقول ولا تقول محمد خالد منقول ولا تقول خالد فالباب سماعي على العرب تقول الحسن سمع مكان الحسن سمع الضحاك سمع الحارث سمع العباس سمع الفضل هذا نقوله وبعض الأعلام عليه دخل إلى لمح ما قد كان عنه لأنه ملموح فيه أنه نقل كالفضل والحارث اسم فاعل والنعمان أكون سارة النعمان اسم للدم فذكر ذا وحذفه سياني تستطيع أن تضيف أل أو تحذفها لا حرج عليه تقول جاء عباس وجاء العباس معرف العالمية شيخ نقول عنه ممكن يكون مصدر أو اسم فاعل أو صيغة مبالغة كضحاك وعباس صيغة مبالغة وقد يصير علما من غلبة قال يصير الاسم علما على بعض ما يصدق عليه على بعض من يصدق عليه تقول ابن عمر وهو عبد الله ولعمر ابناء كثيرون وتقول ابن عباس ولعباس ابناء كثيرون إذا قيل ابن عباس صرفت إلى عبد الله وتقول ابن عمرو ولعمر بن عاص رضي الله عنه ابن المغيره أنا أقول وقد يصير غلما على غلام مضاف أو مصحوب أل تقول المدينة وهي المدينة النبوية حرسها الله تعالى وتقول الكتاب إذا قيل الكتاب العربية ينصرف إلى كتاب السيبوية رحمه الله تعالى وتقول العقبة الأصل الطريق في الجبل لكن إذا قيل العقبة فهي مدينة معروفة في الشعر وتقول الصاعق رجل معروف بظاهر مكة أصابته صاعقة سب الريح فأصابته صاعقة صار الصاعق لا تصدق النجم تقال للثريا وفي السماء نجوم كثيرة
المعنى الضريب وقد يصور علما بالغلب، بالغلب على بعض من يصدق عليه، مضاف ولو مضاف ولو مصحوب ولك العقبة، وحلف الذي إن تنادي أو تضيف أو شيء. إذا ناديت عليك أن تحلف ألي، فقل يا عباس يا عباس يا صائق، أو تضيف تقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول كتاب سيبوي، ولبعضهم ثلاثة مثنان من اجتمع إضافة وأل وتنوين مع ثلاثة متنافرة لا يجتمع من أثناء وقع حذفها الذي تنادي وصله وجه. وفي غيرهما قد الحديث سمع حذفها لغير نداء ولا, 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 ولا إضافة. سمع من كلام العرب هذا يوم اثنين مباركا فيه، يوم اثنين حذف هذا من الاثنين حمك الله. سمع من كلام هذا عيوق طالعا، العيوق رجل في السماء معروف أن قوله وفي غيره ما قتل حد.